ايضا هنا لاحظ الرجوع للخلف سهولة الرجوع ثبات اليد يعني هم قاعد اجر جر باليد بقدر ما ثابته فقط الحصان مقوس وراجع لليد ورقبته خفيفه <applause> جدا الظهر ثابت والنظر متجه للامام فالحصان يعني يرجع ورا معك زي المويه وكذلك توقف عن الرجوع للخلف بسهوله زي ما قلنا هذا شيء مهم جدا وتتحكم باتجاهه اثناء الرجوع للخلف قال نفس النتيجه هذه بخيم مدربه خطا وشوف الفرق لاحظ الحصان شبه مستحيل يعطيك ربع النتيجه هذه والسبب سوء الركوب والتدريب